بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بمفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية تونس الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.